أعزائي المشاهدين عن مصر في كل مكان، معاكم من داخل واقعة انهيار مبنى من 4 أدوار في حمية الزيتون. زي ما انتم شايفين البيت كله اتعجن، أدى لأحد المصابين، تم نقلهم إلى المستشفى، وشاب عنده 40 سنة توفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما حضراتكم شايفين البيت مفهوش حاجة سليمة. أدى حدث انهيار الأعصاب بحمية الزيتون بإنهاء حياة شخص في الأربعينات، وأصابته 2، ثم نقلوهم من المستشفى، والحمد لله باقي السكان مكانوش موجودين في العقار. تم السيطرة على الموقف من الجهات المختصة، بعد كده بقى نشوف حاجة. ربنا يسترها، عشان تم كسر في ماسورة الغاز وريحة الغاز مالية المكان. يعني لو واحد بس فكر يولع سيجارة المنطقة كلها هتولع. انت ايش عرفك يا عم ده سقف يا اسطى؟ ده سقف عليها. لا يا اسطى سقف السقف بعد شو قسم العروق خشبتي زي ما حضراتكم شايفين. الاهالي اللي ما كانتش موجوده في المبنى اللي بيدور على اخوه، اللي بيدور على حكسه، زي ما حضراتكم شايفين كده. كده بقى كده عشان البودر جاي على فكره، اكملوا اخبار انتوا كده. احنا نلف من هنا عشان نصور ال تعالى من هنا، تعالى كده، خلي بالك يا عاد. لما تجيبه عشان لو حد يرن عليا. يلا خلاص مفيش حد من فوق خلاص. واسرع من حاجه الشخص الواحد يدعى ربنا يا رب يرحمه. خلي بالك يا عاد. زي ما انتم شايفين. تعالى اسلم هنا، خش جنب كده نص على الحته. كله بالاساس محتار.
كل حاجه كله لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يصبر اهل المتوفي يا رب، ورب ربنا يصبرهم على الاماكن الى مكان يقعدوا فيه. دام انت حضرتكم شايفين يعني البيت حالته لا تصلح خالص. زي ما حضراتكم شايفين